الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، برحب كل سنه مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج المطعم. كسكسي النهارده عاملينه حلو وحادق، طريقه حلوه جدا وسهله، بيتعمل في الكبه. يعني كان زمان كان بيتعمل وعاء كبير وبتحط دقيق ويقعد نقعد نبس، نحط الميه واحده واحده، الكيلو بياخد حوالي نص كوبايه من الميه، ونبدا لحد ما يبدا يعمل الكتل او التخريزه بتاعتنا اللي احنا عايزينها. ولكن الكبه تقوم بالواجب ده وزياده كمان. ولكن هو الفكره كلها، انا عملنا حله للكسكسي، جبنا مصفى، تعالى اوريكم اللي احنا عاملينه عشان تقدري تعمليها في البيت. لو ما عندكيش حله الكسكسي او حله البخار نفسها، تقدري ان انت تعملي الحركه اللي احنا عاملينها ديت. جبنا حله كيتشنوفا وحطينا فيها مصفى زي اللي قدام حضرتك ديت، زي ما انت شايفه كده، وفيها المصفى ديت تبقى محكمه بالظبط على قد الحله. يعني جبنا الحله الكبيره وحطينا فيها المصفى عشان نحط فيها ونفس الغطا ده اللي غطي بيها كده من فوق، فبالتالي كده بقى تمام التمام. وهو بياخد كذا مرحله، المرحله اللي احنا بنشتغل فيها والمراحل اللي بنشتغل بيها بيبقى محتاجين شاش. اي حد بتاع قماش هتجيبي متر شاش هيبقى عندك وتقدر تستخدميه مره واثنين وثلاثه، قماش اهوت او الشاش اللي هو القطن الجميل، تقدري ان انت تعملي فيه احلى كسكسي ان شاء الله في الدنيا. اي اسئله او اي استفسارات، ارقام التليفونات ظاهره قدامكم على الشاشه، 2600 من اي تليفون محمول، 0900 900 من اي رقم ارضي. انا بس هعمل حاجه، هعلق على اللحمه دلوقتي، انا محتاج اعلق عليها دلوقتي في حاله الضغط عشان اسيبها، وهعمل الكسكسي بتاعنا بالمرق وهنعمله ان شاء الله حلو، فهعلق عليها دلوقتي عشان هتاخد وقت، وبعد كده نشتغل في الكسكسي ان شاء الله. نص كيلو لحمه اجيبها، ونقطع عندنا البصل نقطعه مكعبات عشان هنبدا ايه اسلق اللحمه بتاعتنا. ماشي، واحد عدد طماطمايه نقوم جايبينها كده ونحطينها بالشكل ده. نروح عندي على الحله الضغط اللي موجوده عندي على النار، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا احط كده فيها شويه سمنه صغيرين. ننزل عندنا بالنص كيلو من اللحمه، انا دي قطعيه الموز، الحله تبقى سخنه زي ما حضراتكم كده شايفين عشان هعمل المرق للكسكسي اللي انا هعمله. كميه لحمه قليله بتجيبي نص كيلو، وتبداي انت تشتغلي بيها ان شاء الله تطلع معاكي زي الفل. احط عندي ورق لورا وحبهان في التشويحه كده في الاول، وبعد كده اقوم حاطط عندي ثلاثة او اربع فصوص حبهان زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده نقوم واخدين عندنا بصلتين اتنين مكعبات نقوم حاطينهم برضو على اللحمه ونشوح كل ده مع بعض. بسم الله، يبقى ده اول حاجه ايه المرق اللي احنا بنعمله للكسكسي. بعمل لها بس شويه مرق كده حلوين، وبعد كده نبدا نشتغل في بقيه الايه الاشياء بتاعتنا. اجيب عندي شويه فلفل اسمر حبوب احطهم برده على اللحمه، واقوم واخد عندي ثلاث معالق كده حلوين من صلصه الطماطم، ونديها التشويحه الجميله عم جمال. تمام، هي دي كده اللحمه اللي هنبدا نعمل لها المرق بتاعتها، وهديها شويه برده من بشر الطماطم او عصير الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد كده نقوم مدينها يا باشا الميه السخنه، خلاص اهي تمام كده يا صاحبي. نسيب اللحمه ديت لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا، ونستخدمها للكسكسي ان شاء الله تبقى المرقه بتاعتي. نقفل موز موز تمام كده، قفلنا عليها يا باشا ونسيبها لحد ما تبدا تستوي. بدانا بيها وقلنا عشان بس تاخد الوقت بتاعتها
وتبقى تمام التمام. نحط دي بقى عندنا الكبه اللي احنا هنبدا نعمل فيها الكسكسي. مش هنحط الكيلو كامل، احنا هنحط شويه بشويه. نخرزهم ازاي؟ موضوع منتهى السهوله. نجيب كام كبشه كده نحطهم هنا، ما تلتزميش بمعيار، انت تبص على الحاجه يعني كل شويه تفتح الكبه وتشوفي التخريزه وصلت لحد فين. تمام، شويه ملح طبعا اساسي، ونقفل. وبفتح الفتحه اللي موجوده هنا في الكبه من فوق عشان هنبدا ننزل الميه بتاعتها واحده واحده ونشغل. وهي من غير ما تبدا ولا من غير ما تحط ايدك ولا اي حاجه، هو الكبه ايه هتبدا تعمل لك الايه. بصي اهو، ولا بس لسه كمان محتاج ايه؟ محتاج ميه اهو. فنقفل ونشغل ونبدا نضيف الميه واحده واحده. خيط رفيع قوي. بص كده يا باشا عليها، ايه الاخبار؟ بص الحلاوه اهو. طب انا عايز ايه؟ انا عايزها تبقى كمان التخريزه تبقى اكتر من كده شويه، فاهم ازاي؟ اقوم حاطط عندي ايه شويه ميه تانيين اهو. الموضوع بدا يتكون عندي حبايه الكسكسه اهيت. نقص طبعا التسويه بتاعته، فاخلي الكتل بتاعتها تبقى يعني شويه اكتر من كده وتبقى باينه اكتر من كده. زود لها شويه ميه كمان. سلمى شوفينا مقص كده حلو. بص يا باشا المنظر، الله الله الله. اه كده تمام، كده كده تمام قوي. شيل يا باشا بقى كده، هم رايح فين؟ عندي اهو في البوله ديت اهو في وعاء كبير. اوعى تحط ميه كتير عشان ما يخرجش منك، عشان ما يعجنش، مش يخرز، احنا عايزينه يخرز عشان ما يعجنش منك اهو. وبايدينا كده لو في اي حتت فيها كتل كده ولا حاجه بنفكها بايدينا كده. هو سهل قوي اهو. طبعا هو دي كانت حركه زمان، ان الميه كانت بتتحط الميه كانت بتتحط واحده واحده اهو على الدقيق. فبالتالي بص المنظر بقى حلاوه، في اي مثلا حاجه كده ولا حاجه فيها كتل بنشيلها اهو. بص الحلاوه، التخريزه بتاعته تمام جدا ان شاء الله. اهو بايديا كده اهوت، لو في اي حاجه مثلا ولا حاجه ماسكه قوي بشيلها، عشان هنبدا دلوقتي في عمليه التسويه ان شاء الله. تعالى نعمل شويه كمان، يلا حط الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل كده اي كتل تبقى موجوده هنا، واسهل والكبه بصراحه ما بتخليهاش تاخد مجهود يعني، وبتطلع لك الحاجه بصراحه مظبوطه اهي.
حط ديت، حط دقيق. بسم الله. ما تمليش الكبه للاخر في الدقيق عشان يطلع يعني تاخد راحتها والحاجه تطلع متخرزه مظبوطه. تمام جدا. اخد شويه ملح. بعد كده اهوت نقفل ونشغل وانزل بالميه واحده واحده. بص ايه الاخبار، فكره اهي شويه دول مظبوطين ظابطه. ما تكتريش الدقيق وبلاش الميه تنزل واحده واحده عشان زي ما اتفقنا التخريزه تطلع اهي قدام حضرتك اهي. بص عامله ازاي، ما يبقاش فيها اي حاجه معجنه خالص. سيكه كمان كده بسيطه جدا من الميه ونقفل. يلا بينا. قشطه يا استاذ، تعالى يا باشا هنا. اهو بايدينا كده عشان كده يبقى ايه الدنيا تمام وكل حاجه تبقى مفلفله وزي الفل ان شاء الله. يلا يا استاذ. بص يا باشا بقى هنعمل ايه بقى، هنروح واخدين الشاشه الحلوه ديت عمو جمل، نروح هنا فين عندي على الحله تاني حاطينها خور طالع يا باشا. تمام، حط بقى هي الشاش هنا اهو. الصلاه على النبي اهو. يا باشا كده ما شاء الله بسم الله اهو. ناخد الاستاذه هويده معانا. الو، السلام عليكم استاذ محمد. ازي حضرتك يا استاذه هويده؟ الحمد لله الحمد لله. انا فرحانه ان انا كلمتك والله. الله يخليك يا حاجه رويده، يا رب يحفظك. تسلمي. هويده انا اسف. هويده؟ لا ابدا لا ابدا. الله يخليك. انا من سعيد بحضرك كل يوم وبالليل بعيده عشان الحلقه. يا صباح الفل، الله يخليك ويبارك فيك يا رب. يا صباح الهنا. تسلمي يا ست الكل والله. الله يبارك لك استاذ محمد. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. مهند ولدي. ايوه. بيتفرج عليك كل يوم كل دقيقه. ما شاء الله. عسل. سلمين عليه. هو في سنه ثالثه اعدادي ونجح السنه دي. ما شاء الله. بنقدم له اهداء على الهواء. يا ده يعني عقبال ان شاء الله الترم الثاني ويتجدعن بقى عشان ده الترم الثاني هو ده اللي هيثبت بقى ايه تفوقه اكتر. والله انا بقول له بص على الاستاذ محمد وشطارته وحلاوته. ربنا يبارك لك فيه. يطلع زي حضرتك او اجل منك. والله يطلع احسن مني ان شاء الله. ربنا يبارك لك فيه. الله يبارك. الله يبارك. الله يخليك ويبارك فيه يا رب. اه طبعا، لان المرحله الاعدادي الترم الاولاني، الترم الثاني بقى هو بقى اثبات الموضوع. فربنا يوفقكم، ربنا ان شاء الله يوفقهم ان شاء الله ويوفق كل اولادنا باذن الله وحبايبنا. يلا ناخد فاصل صغير كده وبعد فاصل نواصل.
اهلا بيكم رجعنا تاني بعد الفاصل. بنعمل ايه دلوقتي بقى؟ بنعمل الكسكسي الجميل اللي احنا قاعدين شويه يعني واحده واحده كده، وهو من اسهل الحاجات اللي انت ممكن تعمليها في حياتك. دقيق وملح وشويه ميه بينزلوا على الكبه واحده واحده، خيط رفيعه جدا لحد ما يبدا اللي هو يخرز معاكي، وبلاش ميه كتير. كان زمان بيتحط الدقيق وتفضل امهاتنا الجمال يفضلوا يعملوا يبسوا فيه لحد ما يبدا يعمل التخريزه بتاعته. الكبه حلت الكلام ده كله. اول حاجه بنحطه على النار لمده ربع ساعه على حمام بخاري، واحنا لازم المصفى تكون محكمه كويس على الحله، دي اهم حاجه. قطعه شاش بنجيبها وبنبدا نحط فيها عندنا الكسكسي قدام حضراتكم اهوت لمده ايه؟ نص ساعه. بص عليه كده اهو، بص الجمال، الله هو اكبر، يعني حاجه جميله يعني اهو، بص الجمال اهو ماشي. ده بيتساب لمده ايه؟ نص ساعه. بعد نص ساعه طبعا طبيعي ان الميه بتبدا اللي هي تسويه، بس ما بتسويش من جوه، هي بتسوي الطبقه الخارجيه بس بتاعته. طب عايز تسويه من جوه، بقوم مطلعه في بوله كبيره ونبدا اللي احنا نبسه برضو بايدينا وننعمه بايدينا كويس، وبعد كده نقوم واخدينه تاني وحاطينه فين؟ في المصفى نص ساعه تاني او ربع ساعه. بياخد وقت طبعا اقل بعد كده لحد ما ياخد الثالثه العشر دقائق الاخر، يبقى استوى معايا وبقى زي الفل. لازم اضمن تسويه الحبوب بتاعت الكسكسي في التمام. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا الرز بلبن هنعمله ازاي. سهله جدا وبسيط قوي. هنعمل حاجه اللي هو الثلاث ارباع كوبايه من الرز على لتر من الحليب. عايز اسلق الرز الاول، نسلق الرز الاول عادي جدا. حط عندي في الحالات كاتشن هوب، احط عندي شويه صغيرين سوري هنجيب عندي ثلاث من الرز. بص يا باشا بقى اهي، ثلاث ارباع كوبايه من الرز نحطها فين؟ في الميه السخنه هنا. ننزل اروح فين؟ واخدين الرز الحلو ده اهوت ونقوم رايحين اهوت على النار لحد ما يبدا اللي هو يستوى معايا ويبقى تمام التمام. كزرولة تانية او حلة تانية نحط فيها اللبن عشان هنبدأ نشتغل وندفيه. الرز بيستوي معايا بنبدأ ننزل على طول هنا على اللبن على طول. عشان هعمل الكسكسي بالرز بلبن هو حوار. لا انا مجربه. هو ميكس محترم. الاتنين مع بعض ميكس محترم. لما يتحط طبقة الزبيب كده. انا هوريك الطريقة بتاعته والفينش بتاعته هتبقى عاملة ازاي وهتعجبك ان شاء الله. لتر من اللبن كده قوم حاطينه هنا. ماشي. واسيبهم عنده، اسيبهم عنده يغلي الاول او يعني درجه حراره متوسطه على ما الرز عندي دوت ايه يبدا اللي هو يستوي معايا ان شاء الله. وارهولك هيبقى عامل ازاي. طيب هنا ايه الباشا اللحمه ديت هنشيلها برضو. واخده ليه كده اهوت. وتقومي واخده مثلا، ما تجيبوا لنا السطل الذهبي ده يا جماعه. ده حلو ده. بعيد عن الشاشه، ها؟ بعيد عن الشاش نفسه. نقوم واخدينه عندنا ده اهو. منزلين الباشا ده كده. بص الحلاوة. نفرك كده اهو بايدينا. طبعا بنستنى لما يهدى، طبعا انا شغال هو سخن عادي جدا، لكن انت بتستني في البيت لحد ما يهدى شوية. هنا بقى بيجي دور ايه؟ المنخل اللي احنا بنبدأ ننخل بيه الكسكسي ده هوت، عشان بقى المرحلة دي هو اللي هيطلع لي الحباية الجميلة اللي احنا عايزينها بالظبط من الكسكسي بتاعنا اهو.
خلاص بقى شرب الميه بتاعته التمام من البخار اهو بايدينا. على فكره والله برضو عايز اقول لك على حاجه، من غير ما انخل برضو هيطلع معاك حلو لو بايديك، يعني انت لو عندك صبر شويه صبر شويه كده اهوت تبداي تشتغلي كده بايديك اهوت كده عادي برضو الدنيا هتبقى امان جدا معاكي اهو. بعد 10 دقايق بالظبط تطلعيه وتقوم عامله الحركه ديت بقى خلاص كده الكسكسي بتاعك هيبقى مظبوط ان شاء الله ظابطه في التمام. بسم الله. هو بس المنخل بيعمل ايه بقى؟ يشيل لك الكتل اللي هي موجوده ديت اللي هي عجنت ديت بتقوم شايلاها. ايوه يطلع لك التخريزه ديت اللي انت شايفاها ديت اهي. بص يا باشا الجمال. الله اكبر. تمام نرجع تاني هنا. عشان كده بنقول ما نحطيش ميه كتير وانت بتعجني فيه عشان يطلع معايا مظبوط ان شاء الله زي الفل. نرجع ونقفل بسم الله ونجيب عندنا الحله بتاعتنا بتاعت كيتش نوفا ديت نقوم حاطين الباشا ده هنا ونقوم قافلين. بص اخبار الرز ايه اللي عندنا، لو استوى طلع حط على طول في اللبن بس لسه طبعا اهو. ما تحطش ميه كتير ها، يعني بلاش نحط ميه كتير واحنا بنسلق الرز. ليه بقى؟ انا بعمل حركه حلوه قوي، انا باخد يا باشا اللبن نفسه بقوم حاطه هنا على طول، يعني انا ما بصفيش رز. ليه بقى؟ انا عايز استفاد من النشويات اللي طالعه منه ديت، الميه البيضه دي انا استفاد منها، فبسيبه على نار هاديه لحد ما يبدا الرز عندي يستوي، عشان كده ما بزودش ميه كتير. هتلاقي اصلا الميه دي بدات ايه تقل معاكي والرز بدا يتشربها. باخد اللبن اقوم حاطه هنا على طول، يطلع معايا بقى الكرمشه بتاعت الرز مظبوطه قوي من الحته دي برضو، ان ما يبقاش معجن. ناخد فاصل صغير كده على ما الكسكسي عندي يبدا اللي هو يستوي معايا، وبعد الفاصل نواصل ان شاء الله. يلا بينا. تاني بعد الفاصل بنعتذر طبعا اللي حصل بتحصل يعني وارد خد واحده كده براوليه ما لقيناهوش ماشي، مع انه والله نزل على باركيه مش عارف في ايه. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. بص بقى الرز يا باشا عامل ازاي كده ايه، انا ما شلتش خلي بالك والله ما حطيتش ميه ولا اي حاجه اهو، نيه الميه بتاعته فاهم ازاي. الحركه بتاعت الرز بلبن دي بتبقى حلوه قوي 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 وبتظبط لك الرزايه في المظبوط. عارفه انت الرز اللي انت بتاكليه بتلاقيه ناعم تحت بقك ده، تعمل كده الميه نفسها ما بتبقاش كتير في السلق، وهو بنسلق الرز اهوت لحد ما تبدا اللي هي ايه الرزايه عندي خلاص اهيت. شايفه بتعمل ازاي؟ تحس بتعمل زي الرزيتو كده اهو خلاص كده. ده كلام جميل. اقوم واخد عندي الحليب بقى بسم الله ونقوم منزلينه على الرز نفسه. ده شغل عالي ماشي كلام جميل يا باشا. نقلب وسيبها عنده لحد ما يبدا اللي هو ايه يتقل معايا، ولو محتاج معلقه نشا اديله معلقه نشا صغيره. الفكره في الرز بلبن لما تيجي تسويه لما تيجي تعبيه غط، لو انت عايزه وش المكرمش هوب غط وشه وسيبيه شويه وبعد كده دخلي الثلاجه يطلع لك الكرمشه اللي انت محتاجاها بالظبط. طيب نيجي بقى الشباب هنا بارك الله فيهم من عند الشيف نونا بنقول لها شكرا جابوا لنا المنخل الحلو ده، هنبدا نعمل منه التخريزه بتاعت الكسكسي نفسه. اقوم شايل ده حلو الكلام ونقوم واخدين الباشا ده بسم الله الرحمن الرحيم زي ما هو كده وهوب رايحين فين على المنخل اللي موجود عندنا.
ننزل كل حاجة موجودة هنا. لا أنا الكسكسي مزاج، مزاج المزاج يعني، تعمليه في البيت كده حاجة مزاج المزاج. أوزعه كده بس عشان سخن، أستنى 30 ثانية كده ونبدأ اللي إحنا نشتغل فيه. أستاذ محمد سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ محمد؟ إزيك يا باشا؟ الحمد لله تمام. إيه الأخبار؟ أنا شايفكم معجبين بيك والله. حبيبي والله العظيم تسلم. الله يخليك. معلش تنفع تعرف اللحمة الباردة؟ اللحمة الباردة عينيا الاتنين حاضر. تسلم عينك. عينيا الاتنين، ماشي يا أستاذ محمد. مع السلامة يا فندم، مع السلامة. آه معلقة نشا بقى كده حلوة، ماشي؟ عشان الرزاية دي تطلع مظبوطة كده، مش كتير ها؟ معلقة واحدة حلوة كده مليانة. ونروح فين يا عم جمل؟ حطينا كده على الرز هنا تمسك لي الاشياء الجميله ديت. وهو شغال كده بقوم مديله طبعا السكر، كل واحد وحسب السكر ما بيعوز السكر عامل ازاي. ماشي انا بنزل كده بربع كوبايه. طيب عايز بقى ايه اخلي طعمه بقى حكايه؟ معلقتين اتنين من كريم شانتيه باودر. يا سلام يا سلام، قصه كبيره ده. هم مقلبينها نار هاديه بقى خالص لحد ما كل ده يبدا يغلي مع بعضه ويظبط معانا. بص بقى التقل بتاعه هيبقى عامل ازاي. تعالى هنا يا استاذنا بقى نبص على الكلام الجميل ده بقى. طلع ده، بص تمسكيه كده حطها كده ونعمل كده. والله سخن مولع. بص يا باشا التخريز عامل ازاي؟ الصلاة على النبي اهو. اه والله فعلا. انت يعني انت ليه طيب انت مش بتقول كده من الصبح؟ اهو في والله ده انا كان عندي جلافزه حلاري هنا تصدق والله؟ كان في هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى. انا اعرف ان هو هيبقى سخن يا عم اهو كده. بقول لك ايه، ما تجيبها من فوق بقى استاذنا. بقى استاذنا محترم، السلام عليك يا استاذ محترم. انا بحترمك، يا ريت تحترمني زي ما انا بحترمك اهو. بص يا باشا كده اهو اهو. اوعى ترمي دول، دول تضل يدخلوا فيهم كده لحد ما ينزل كده اهو. بص بقى الجمال بقى والحلاوه بقى، الله اكبر. بيلي رمان يا باشا اهو. حلو الكلام، زي الفل ما شاء الله يعني. حاضر ناخد الكلام ده وكنا نروح فين؟ انا نفض الشاشه كويس قوي. ماشي ونروح فين؟ عندي نفس الكلام، نفس الموضوع هنا. وناخد مهند. يا مهند ازيك؟ الحمد لله اخبارك. ايه رايك في الكسكسي ده يا مهند؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا حبيب قلبي بالصحة والسلامة يا رب. الله يخليك الله يخليك. هقول لك يا استاذ محمد. اتفضل يا حبيب قلبي. نفسي هاخد رقمك. هو يا باشا من عينيا الاتنين يا مهند، بس كده؟ حاضر يا مهند. على الاء على طول ان شاء الله تديهولك. حاضر عينيا الاتنين. او انت سيب لها الرقم واحنا نكلمك بعد الهوا. ايه رايك يا استاذنا بقى؟ بص الحلاوة عاملة ازاي؟ الله أكبر يعني. 100 100. اهو ولسه كمان هيبقى خفيف عن كده. اهو. نقوم قافلين. كده سيبها لحد ما تبدا اللي هو ايه يستوي. اوعى تستعجل عليه لان دي عجينه. الصنعه بتاعته انك تسويه الكسكس ويبقى في الاخر تلاقيه خفيف معاكي، ما بقاش تقيل. هو ده الصنعه بتاعته، ما بقاش تقيل زي ما حطيتيه الاول. تعرفي ان كده الحاجه استوت بالبخار اللي انت حطيتيه. لازم كل شويه نعمل تشيك على الميه تحت. ايه الاخبار؟ اهي لا تمام، والحله تمام فيها ميه. نقوم حاطين ديت، دي اهم حاجه. ده على نار هاديه خالص، بنبدا ان احنا نسيبه لحد ما نبدا ان احنا ايه يتقل شويه. خد هنا يا استاذنا بقى ايه اللحمه
بعد ما استوت معايا وعملت معايا المرق اديتها شويه الايه الملح والمرقه. بص الحمر ديت بقى يا سلام على الجمال، يا سلام بقى تقوم نازله على الكسكسي تعملي الحادق. ايوه بالظبط كده، عايزين الحله بنجيبها بنعمل فيها اللحمه بالظبط، هي ربع تلت ساعه تطلع معايا اللحمه دايبه وزي الفل، والصوص عندي اتكون اللي احنا هنبدا نشتغل حاجتين اتنين، الكسكسي اما تعمليه حلو او تعمليه حادق. طيب تعالوا نعمل عندنا الحلو نشوف هن ازاي. ده طبعا احنا مسويين شويه قبل الهوا. ده مستوي، بص الخفيه بتاعته عامله ازاي، بص خفيف ازاي. اي دي ما دي انت باشا، ده ما فيش اي حاجه. بص لو في اي كتل كده بتلاقيها كده تلاقي فكت معاك بقت زي الفل. تمام، دي حاجه سهله جدا ان شاء الله نعملها مع بعض. هنزود بس يا جمال هنا معلقه نشا صغيره، معلقه نشا صغيره كده بس، ايه صغيره كده هنا، انا عايز الربع بس كده. الله 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 الله. بص بقى انا عايزك بس تتفرج على شويه الرز دول وبالهنا والشفا بجد يعني. انا بس زودت معلقه نشا كمان، عايز اربط شويه كمان ليها، بس هتتفرج على خفيه رز مفيش بعد كده بجد يعني. اهو طلع. الناس اللي ايه بتقول لك ايه ساعات بناخد رز تحس اللي هو فيه كريمه لباني، لا ولا كريمه لباني ولا حاجه يعني. ما هو لو لبن جاموسي احط كريمه لباني ليه؟ مفيش الكلام ده، ولكن هو طريقه الصنعه بتاعته تظبطيها يطلع معاكي زي الفل وخفيف جدا. طيب بجيب عندي لوش او كبشه ونبدا ان احنا ايه اهو. شايف يا جمال التلقائم بتاعه عامل ازاي؟ الله اكبر يعني. معلش انا اسف. عايز اصب بس الحاجه تطلع مظبوطه. ايوه يا باشا كده، هو ده. روح يا باشا كده، بص نص الكوبايه بالظبط او نص الكاس اللي هنحط فيها. بس بس يا باشا اهو. شويه رز بلبن عداله بجد، جربوه وخفيف ويطلع لك الوش المكرمش اللي انت عايزاه وكل حاجه. طيب الوش المكرمش ازاي يا حاج؟ حضرتك بعد ما بتخلصيه كده اهوت هجيب عندي شويه بايركسات عشان اوريك، انا عايز اطلعهولك كده اوريهولك. بص الحاجات الشيك ديت، على فكره ما بحبش انا السكر يبقى عالي، انا بحب الرز بلبن يبقى السكر بتاعه قليل شويه كده يطلع مظبوط ما يبقاش تقيل يعني. شكله ده هيطيح هو كمان، فايه عشان انا هتبدا تخسر. هعدوها مره اقول لك قضاء وقدر الحمد لله، تاني مره. طيب نعمل ايه دلوقتي بقى؟ غطي الحاجه بقى زي ما هي كده، نجيب صاج ماشي، بص الكلام، وتقوم ايه مغطيه ده كده. الله وشكرا، تلاقي الوش المكرمش اللي انت محتاجاه بالظبط من الرز بلبن. على قد ما تقدري بس ايه غطي الكميه كلها، فالبخار اللي بيطلع من السخونه نفسها يبدا اللي هو ايه يكرمش الوش اللي احنا محتاجينه بالظبط. المنخل ما بقيناش محتاجينه تاني، خلي بالك منخل الكسكسي خلاص هو المرحلة الأولى بعد ما بيطلع يبقى ماسك في بعضه، تقومي نخلاه يطلع لك التخريزة التمام، خلاص كنت مش محتاجاه تاني في أي حاجة خالص. طيب نعمل حركة حلوة قوي بقى للكسكسي الحلو. ازاي؟ واحنا النهاردة استخدمنا حالة الضغط اللي احنا اشتغلنا فيها الباشا ديت، عملنا فيها اللحمة حل الضغط امان جدا جدا جدا، واوريها لك ايه الغطا بتاعها عامل ازاي. لا الغطا تقيل بجد،
فاهمه ازاي؟ غطاء دي حلل ضغط الاسلامبوش فيها اتنين صمام امان ليكي وهي امنه جدا وفيها زرار احمر من هنا عشان اول ما البخار عندك يبدا يشتغل بتاع اللحمه تلاقي هوب طلعت هنا فتقفش في الحته دي ما تفتحش ابدا دي وده امان ليكي عشان طول ما فيها بخار من جوه عمرها ما تفتح معاكي نهائي فمن الحلل اللي انا بحبها جدا جدا حلل الاسلامبوش الستانلس ستيل بتاعها ما فيش طبعا صدى ولا في اي حاجه ده لانه ده بيور 18/10 حاجه والحاجه محمله الماسك بتاعتها مش من النوع لا تلاقي الخامه بتاعتها والجوده عاليه جدا ما شاء الله ما تحملش حراره تمسكها في اي وقت وعندك الغطيان برضو نفس الكلام وفيها كمان قطع غيار لده يعني دي لو والله لا يقدر لو ضاعت معاكي هتلاقي لها قطع غيار في برايدز هاوس او موجوده في الكرتونه نفسها طبعا في 8 لتر منها وفي 10 وفي 12 انا بقدم الكسكسي بصراحه بطريقه كده حلوه نجيب بوله زي دي كده ده الكسكسي الحلو ونبدا ان انا احط الاسترتش ده هنا على الجدران نفسها بتاعه البوله اهو يلا بينا حاضر اللي جاي بقى اللي جاي تمام اهو يا صاحبي كده ماشي يا باشا حلو قوي ادي الاسترتش نعمل ايه بقى؟ اقوم واخد عندي شويه زبيب احطهم هنا تحت شويه زبيب اسود وشويه زبيب احمر ماشي وعايز ادي طعم حلو قوي للكسكسي فبعمل حاجه احسن وبتبقى طعمه في حته تانية خالص اللي انا اخد الحله بتاعتنا او الطاسه ديت حطينا على النار بص بقى الحركه اللي جايه ديت عشان هتعجبك قوي واقوم واخد فيها معلقه سمنه صغيره اهو معلقه سمنه كده حلوه نقوم حاطينها في الطاسه ونقوم حاطينها هنا عشان اقول لك هنعمل فيها ايه دلوقتي نرجع بس هنا انا عايز اخلي الكسكسي ده يبقى ماسك في بعضه شويه وفي نفس الوقت فيه طعم ريحه السمنه البلدي فاقوم واخد معلقتين سمنه كده حلوين السلام بقى لو سمنه بلدي بقى جميله كده نلم معايا اللي يعني اللي عنده يعني سمنه بلدي ما عارف ان انا اول ما اجيب سيره السمنه البلدي كله اقول لي سمنه بلدي منين اللي عنده في بيوت فيها خير كتير يعني عندهم السمنه البلدي دي اساس يعني ادي السمنه اهي وناخد عندنا الكسكسي بتاعنا الحلو ده هو نروح فين محمصين شويه كده حلوين هنا اهو اخد يا باشا الطعم الجميل لسه دلوقتي هفلفله لك دلوقتي وارقه لك بس اقلبه كده تقليبه كده على النار حاجات بسيطه على فكره يتعمل الحلو والحادق برضو وبالمره ايه بدفيه حاجات بسيطه جدا ويمسك في بعضه اهو يلا بينا هم شايلينه ايوه دفيناه كده وروقناه قبل ما احطه في البوله هدخل السمنه الجميله كلها فيه بالشكل ده بص اللون بتاعه عامل ازاي؟ اللون نفسه بتاع الكسكسي نفسه بقى ايه؟ لون اصفر جميل ومسك في بعضه كده وما بقاش يعني يقدر ان انا احطه في بوله واقلبه
ازاي؟ زي ده كده بالظبط. بسم الله حاطينه على الزبيب. ايوه كده لازم يتقدم بالطريقه الحلوه دي اهو. ونكبس يا باشا. بص يا استاذنا بقى، بص الحلاوه. الله اكبر، عينيا يا استاذ. هي معلقتين اتنين سمنه بلدي زي الفل. ده استوى معايا تمام. اقوم رايح عندي واخد عندي طبق ابيض. اقوم فاتح بس اللي ايه الاسترتش ده عمو جمل زي ما انتم شايفين كده اهو. بعد ما كبسناه احلى كلام ده ولا ايه يا باشا؟ اهو انت بقى اعمليها ببوله صغيره. لا ومفلفل يا باشا. ايه انت لو حطيت مجرد اصلا بتحط المعلقه بتلاقيه في حته تانية خالص. ايه بقى شويه، ايه بقى شويه سكر باودر واللبن السخن الحلو. ونطلع فاصل يا باشا، وبعد الفاصل نواصل. اهلا بيكم، رجعنا تاني بعد الفاصل. يعني الكسكسي الجميل اللي بنعمله حادق وبنعمله حلو. تعال نشوف اللي احنا عاملينه على الهوا يعني ان شاء الله. اوريكي حاجه انتاج جميل، يعني حاجه تفرح والله. تقدري تعمليه على طول بكيلو دقيقه باشا يطلع معاكي زي الفل. المنخل بس اهم حاجه، المنخل ده مهم جدا عشان يطلع لك الحاجه مخرزه. بصي بصي ما شاء الله، انا عايز اوريكي المنظر. بص هو نازل عامل ازاي اهو، ولا معجن ولا اي حاجه. ناخد عندنا المعلقه كده اهوت، سخن مولع اهو. بص الجمال، الله اكبر. ولا الهوا، بص بقاله اكتر من ساعه عندي على النار اهوت، من اول ما بدات الحلقه وبيستوي معايا. بص الخفيه بتاعته بقت عامله ازاي، ولسه كمان لما تسيبيه كمان شويه كمان على النار اهو. بص الحلاوه، بيلي رمان، شكرا. ولون وكل حاجه في التمام زي ما قلت لك. بس عند التقديم تعملي حاجه مهمه، معلقتين سمنه بلدي تحطهم كده وتقلبيهم، وبعد كده تقوم ايه فرقهم كده بايديك يطلع معاكي مظبوط. هنا بوله انا بجيبها زي دي عشان اقدم الحادق بقى فيها. بوله زي ديت بحطها في بوله زي دي. انت عارف مش عارف ازاي تجيبي بولتين، المهم واحده اصغر من الثانيه وتحطيها دي عكس على وشها وتقلبيها على وشها. ماشي. نقوم واخدين البشره كده، كلام جميل. واكبس الكبسه التمام. اوعى تفتكر ان هو بيعجن، مستحيل. فاهم ازاي؟ وانا بقول لك مستحيل يعجن. ده الحادق اللي انا بقدمه، ها؟ مجرد اصلا بتحط المعلقه بتلاقيه فك من بعضه على طول. بص انت ما شاء الله اللي احنا عاملينه على الهوا اهوت اهو. اكبس نجيب الطبق حلو، هوب نقوم قلبين. بسم الله
بالراحة خالص بقى نشيل. اطلع وحش اطلع وحش اطلع وحش، الله أكبر. شغل عالي شغل عالي. نجيب ده كده، والله عايزة تشيلي ديت كده وتحطي بقى الحاجات اللي حادق براحتك. عايزة تسيبي دي طبعا وهسيبها طبعا مش هشيلها. طريقة تقديم بقى شغل مطاعم بقى، نقوم جايبين دي كده ونحط قطعتين اللحمة هنا. وشوية المرق. تاخدي من هنا معلقة وتقومي حطاها هنا. هتلاقي كله ايه؟ كله يعني دايب معاك. وننقل بالشكل ده. خلي بالك هو يعني هينزل دلوقتي، وده دليل اللي هو مستوي مظبوط يعني اهو. انا جبت معلقه كده يا عم جمال كده من الجنب كده، بص بص يا باشا اهو. تقوم واخد ايه بقى الصوص من هنا كده، تقوم منزل كده وتاكل بالهنا والشفا. ده الكلام المظبوط. بونه زي ديت اهي، شويه مكسرات، زبيب وجوز هند شغال اهو، اللي احنا عاملينه على الهوا اهو يا باشا. تاخد شويه كده منه وتقوم حطه هنا كده اهوت. ده لسه ما خدش السمنه، ها انت بس دي معلقتين سمنه كده ونكبس. طبقنا الجميل هوب. البوله بس دي كانت فيها ميه من الجنب، بس خلي بالكم يعني، بس ايه لو ناشفه هيطلع كله بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. سكر بودر وبعد كده بنقوم ساقين باللبن الدافي عندي وبالهنا والشفا. طيب الرز بلبن بقى اللي احنا عملناه زي ما حضرتك كده شايفها، بنقوم جايبين ثلاثة بس من هنا ناخد عندي شوية كسكسي كده نقوم حاطينهم كده من فوق. نجربي بقى ايه الباشا ده مع بعضه، الاتنين مع بعضه كده اهو كده. بسم الله. هوب بنقوم بالمعلقه ضاربينها كده ونطلع كسكسي بالرز بلبن. بص الحلاوه بقى، والله ده شغل عالي والله. بس كده نظبط حاجتنا، عملنا الكسكسي الحلو، الكسكسي الحادق، كل اللي احنا احتاجناه، الكبه واحتاجنا المنخل اللي احنا اشتغلنا بيه. بس يعني هو ده اللي احنا احتاجناه. والشاش طبعا اساسي، يعني هي كام حاجه كده عشان نطلع الحاجه بتاعته مظبوطه. شاش، وعندك مصفه استخدمتها زي ديت يا جمل اللي احنا عملنا فيها الكسكسي بتاعنا، وهي دي اللي ظبطت معايا الدنيا مع المنخل اللي احنا طلعنا منه التخريزه الجميله بتاعه الكسكسي بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه اهو. ما شاء الله. دي كانت حلقتنا النهارده، كسكسي حلو وكسكسي حادق. اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. اشوفكم في حلقه جديده من برنامج المطعم. سلام عليكم.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.